جوج في شهر 8 انا كنمشي نخدم. البنت صبنت ليا شي زربيه وشي طلانت، خرجت في العشيه عند صحاباتها غير بصندات الميكا وما عاودتش رجعات. وشهرين هادو وانا كنقلب عليها، مشيت ديكلاريت عند البوليس، داروا معايا مجهود البوليس حتى هما ما لقيناهاش. مشيت درت شكايه عند وكيل الملك وداروا مجهود معايا ما لقيناهاش. ودابا كنتمنى وكنطلب منكم اللي شافها واللي عرف عليها شي حاجه يقولها ليا. راه شهرين هادي ما كناكل ما كنشرب ما كنعس، كنجي من الخدمه كنخرج ما كنقدرش ندخل للدار، كنمشي نقلب عليها. ما خليت فين قلبت، عندها غير 16 سنه، 16 سنه اللي عندها. ما عرفتش خرجت ما عاودتش رجعت، ما عرفت انا ما عرفت واش تخطفات واش، وعلى يقين حيت كون ما تخطفاتش ما سد على شي حد كتحل الفيسبوك، ضروري هي الفيسبوك كتحلو. تسول فيا وتسول في اختها وكلشي، ودابا ما من نهار تخطفات ما عمر الفيسبوك ديالها تحل. صحاباتها قالوا لي راه حتى حنا ما كيقلبوا عليها حتى هما ما عارفين عليها والو. سولت في الحومه ما خليت فين قلبت، فيما كانت شي بلاصه شكيت فيها قلبتها ما لقيتهاش. والفيسبوك عطيته للبوليس، الفيسبوك ديالها والو ما كاينه على حتى شي معلومه. هي ما كتخرجش بهذه الطريقه هذه، هي كتخرج تلعب مع صحاباتها في الجرده وكلشي، كيجيو للدار كنعمر لهم اتاي يشربوا اتاي كيجلسوا يلعبوا في الدار. ما مولفاش تغبر بهذه الطريقه هذه. البنت خرجت وما عاودتش رجعت. حنا في سلا في الواد بالضبط، حنا في الواد في سلا في العييده قطاع النهضه. كان وجه النداء للناس اللي شافوها واللي عرف على شي حاجه يقولها لي، راه صحتي كترجع للور، ما كناكل ما كنشرب ما والو، عندي القلب مريضه به، كنجي من الخدمه كنخرج ما كنخدمش على خاطري، ومبرسطه وخوتها اخوها الصغير غير البارح قال لي توحش تراباب، كيبكي حتى هو قال لي توحش تراباب، حيت هي كتغسل ليه كدوش ليه مسكينه وكتخرجهم وكلشي. الا كنت كتشوف فيا ولا عارفاني كنقلب عليها بغيت غير تجي غنشوفها ونعرفها بخير وصافي. الا كان شي واحد محتاجها بغيتو يجيبها لي، الله يرحم ليه الواليد، الا كانت شي حسيفه ولا شي حاجه يجي يقولها ليا، المهم غير يرجع ليا البنت. هادشي اللي كنطلب.